لا ما وعدني اي احد من دخلت برنامج من يوم واحد الى يومك هذا. ممتاز، وظهورك كان على يدك فقط. نعم. الاعتماد على نفسك. نعم. اسال الله لك التوفيق. خلصنا من الجوله الاولى من الاخضر والاحمر، باقي لنا جولتين فقط ونختم، لان مثل ما قلت من اقصر الفقرات في فقرات كراسي الاعتراف. الجوله الثانيه وهي تعتبر قبل الاخيره، السؤال الاخضر حمد الاكلبي. حمد الاكلبي، ابيك يا حمد الاكلبي تكلمني عن حلمك قبل برنامج الواقع. حلمك اللي انت طامح له، كل واحد عندنا له حلم او طموح، سواء وظيفه او منصب او حلمي يا طويل العمر. بالتفصيل، وش نظرتك او حلمك او طموحك اللي كنت ناوي عليها؟ ناوي اتوظف. وظيفه محدده ولا بشكل عام؟ لا وظيفه، كي واحد بيتوظف وبيستس نفسه وبيعتمد على نفسه. طيب بعد دخولك البرنامج الواقعي، معليه، بعد دخولك البرنامج الواقعي بتشوف انك لازلت تبي الوظيفه ولا بتشق طريقك؟ ما اقدر احدد لك الحين، لان اخلص البرنامج واشوف ايش انا عليه ويسر الله كل امر. يعني ممكن اتغير قناعاتك؟ ما ادري، يمكن الانسان ما يدري وش الخيره. اسال الله انها تكون باب خير عليك هذه الشهره. ننتقل الى السؤال الاحمر، واللي هو مثل ما قلنا بيتم فيه التعمق اكثر. حمد الاكلبي، في الفتره الاخيره بدون تحيز، او يعني تقريبا بدايه البرنامج قيل ان بدون تحيز حاولوا عدم استضافه حمد الاكلبي نهائيا، تقريبا في اول يمكن 30 حلقه لهم او 25 حلقه حاولوا عدم استضافه حمد الاكلبي نهائيا. يعني شفناهم استضافوا 95% من الاسماء اللي في البرنامج، في برنامج البزنس، دون استضافه حمد، مع ان حمد من اكثر المشاغبين ومن اكثر اللي المفروض انه يستضاف. فهذه الحركه من قبل بدون تحيز، وش تعتبر او وش يبون يوصلون له؟ هل هي تهميش لحمد الاكلبي او لهم راي اخر؟ والله يا ابو فراج، شوف انا حتى مستغرب، مو هم من ناحيه اني ما اطرمحهم ولا، بس ما ادري ما وصلتني فكره ليش ما استضافوا حمد. لان اكثر، يمكن اكثر العيال طلعوا، انا ماني بقايل تهميش، لاني سواء طلعت معهم ولا ما طلعت، انا طموحي اشوفه قدامي، مو هو بشرط اني حمد ما يشوف نفسه ولا ينجم ولا اذا جلس على كرسي بدون تحيز. لا حمد، انا احس ان عندك اجابه ثانيه. الاجابه الثانيه يعني ماني في حاجتهم، سواء طلعت معهم او بدون. يعني نقدر نقول حمد الاكلبي ما هو في حاجه اي فقره كانت لابراز نفسه؟ لا لا، المقصد انه ما هو في حاجه فقره عشان يصبون عليها الضوء. انت سالت عن بدون تحيز. بدون تحيز ما اطلبوا حمد، اجيهم اقوم من هناك واجي سنيه اقول غصب اطلبوني. طيب عدم طلبك في بدون تحيز هل له مقصد او كان بدون قصد؟ ما ادري، بس الواضح اللي اشوفه بعين الاعتبار ان فيها مقصد. فيها مقصد انهم جابوك؟ فيها مقصد. يبون يهمشونك؟ لا تسني. من اسال؟ تركي الموسى؟ لا تسني، اسال، وجه السؤال هذا تركي الموسى. طيب نوقف عند هذا الحد من السؤال وننتقل معك الى اخر جوله من فقرة أخضر وأحمر في كرسي الاعتراف. قبل أن أنتقل إلى الفقرة الأخيرة أو الجولة الأخيرة وأختم، مثل ما قلت هذه تعتبر من أقصر الفقرات في كراسي الاعتراف، الرجاء تحمل كامل المسؤولية من الضيوف اللي بيجون في الأيام القادمة، لأن الواحد إذا جلس هنا وبيكون اللي يحاورك الفقرة، أنت اللي يحاورك أو خصيمك الفقرة، وليس فلاح بن فراج. فلاح بن فراج صديق في برنامج، ولكن انت تحاور الفقره نفسها. حلو. السؤال الاخضر في اخر جوله من هذه الفقره البسيطه، السؤال الاخضر يا حمد الاكلبي، وين بنشوف حمد الاكلبي؟ او وين ممكن نشوف حمد الاكلبي بعد 5 سنوات؟ ممكن، انا ادري انك بتقول انا ما اعلم الغيب، لكن على حسب المعطيات اللي تشوفها واتجاهك وقبول الناس لك برا، تكوين الجماهيريه ما شاء الله، يعني في هذه الفتره الوجيزه، وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ أنا علمتك يا أبو فراج، قلت منه إلى نهاية البرنامج،
سواء كملت إلى يوم التسعين الله اللي بكتبه بيلقاه لادمي قدامه، بس إني بشتغل على نفسي وعلى المحتوى اللي بقدمه. توجهك إعلامي يعني؟ بإذن الله إعلامي. إعلامي إن شاء الله. تعتمد على الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. وموفق وثق تماما الثقة من كلنا معك يا أبو سعود. الله يطول عمرك يا أبو فراج، وأنا سعدت بلقائي معك. ننتقل في الاعتراف. ننتقل قبل التختيمة وقبل أن يأخذ منك الكلمة إلى آخر سؤال في آخر جولة في فقرة أخضر وأحمر من كرسي الاعتراف. السؤال الأحمر والسؤال الأخير في هذه الفقرة. حمد الأهلي، أول شيء أشكرك على شجاعتك أنك كنت أول ضيف لي في هذه الفقرة أخضر وأحمر. الله يطول عمرك. وأعتبرها شجاعة منك والشرف، وأعتبرها ثقة فيك أو ثقة منك فيني أو في أخوك الصغير فلاح بن فراج. جعلك تسلم والشرف لنا يا أبو. الله يطول عمرك يا أبو سعود. السؤال الأخير يا حمد الأكلبي، حمد الأكلبي وتشكيل ثنائيته مع ماجد الشهري، هل كان متفق عليها قبل البرنامج؟ لأن الكثير يقول مستحيل أنها تكون من الصدفة أنك تشكل ثنائية مع ماجد الشهري وهو في نفس المنطقة اللي أنت تعيش فيها وتكون نفس الجو، فيتوقعون أنك مدعوم من شخصية معروفة وهو مدعوم من شخصية معروفة بدون ذكر أسماء، والسيناريو هذا معتقد أو يعتقد أنه مدروس وأن ثنائيتكم مدروسة، فودي أنك تفصح عن هذا الأمر بكل شفافية. أيوة، أنت جيت عند السؤال اللي أنا أبغى أجاوب عليه من زمان. تفضل. أول شيء أنا أتشرف بالعيال كلهم. ممتاز. سمعت؟ ولا كسبت الأخوان في البرنامج. أما بالنسبة لماجد، ماجد من نفس الديرة اللي أنا فيها. حلو. من بيشة، عرفت؟ أي. واللي خلاني يطول عمر السلامة أكون أكثر شيء مع ماجد، أنا ما قلت لك إنه ثنائيتي ولا بس يعني، ولا بقولها لك بالصريح، أقرب شخص لي في البرنامج ماجد. ليش؟ ليش؟ لأن ماجد يطول عمر السلامة أنا عرفته من قدام أدخل البرنامج، عرفت؟ وجابتني الصدفة أنا وياه لين شاركنا في البرنامج من أيام التصفيات، أول من عرفت من الشباب والله ونعم أبو سعد، يعني أقولها في وجهه وفي قفاه، يعني ما كانت الخطة مدروسة، السيناريو هذا ما كان مدروس بتاتا. أبد أبد، بالعكس أنا تراني الهبوب اللي تجيني من جهة بيش أحبه. أسأل الله أن يوفقك أنت وأبو سعد ونعم بالجميع أخوان جمعنا هذا البرنامج. في نهاية فقرتي في كرسي الاعتراف تحت فقرة أو تحت سقف فقرة أخضر وأحمر، أشكر أول شيء أبو سعود على موافقته أنه يكون الضيف الأول لي، وعلى شجاعته في الجلوس على هذا. أبو فراج أنا ما كبيت الشغالة، جيت أنا إلا علشانك. الله يطول عمرك يا أبو سعود. الأمر الثاني، سيداتي آنساتي سادتي زملائي الجماهير اللي حاضرين، أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأعدكم إن شاء الله في فقرة قادمة وضيف قادم ورفع الرتم أكثر. وفي النهاية لا نقول إلا بين الأخضر والأحمر أسئلة تكشف وخفايا توضح وتبين لكم، ودعناكم الله. أبي واجهك أبو فراج، شكرا لك. فطل فطل يا شباب، خلط خلط ماجد، قولوا لا إله إلا الله.